حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا دفعه بالجزيرة يغامر مغامرة محسوبة هذه الجزيرة في مهرجان حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى تنتزع الشلفة الفضية تنتزع الشلفة إن لم يكن لابن خجيم كلام يا سلام يا سلام إذا بمهيرة بمهيرة خلاص قفل هذا الشوط سلام يا بمهيرة سلام جزيرة بمهيرة يبحر بمهيرة مع الجزيرة في شوط الشلفة في شوط الشلفة الشلفة مع الجزيرة مع الجزيرة تهانينا تهانينا الشلفة 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 مع بمهيرة وبمهيرة مع الشلفة تهانينا والناموسي سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي على هذا الفوز المستحق. حديد الرمز الله والله وصل بن سالمين وصل بن سالمين طاير بن سالمين الله الخنجر 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 الغالي يا بن حديد لم يتبقى إلا القليل الطاير مذخور مذخور الطاير الطاير مذخور الطاير قادم 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 مذخور جود مورنينج بن حديد جود مورنينج لكن الطاير قادم أصمد يا مذخور الطاير طاير طاير طار الطاير تهانينا يا بن حديد راح الخنجر يا بن سالمين ويا قطر عيشي بعز وحنا لسنا هنا قادم مع الجزيرة حمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب الله 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 الأسماء قادمة ولكن هناك أيضا الظبي وأيضا وشعار مبريك يصل مع هذه اللحظات ولكن سودة سودة الشهواني غادرت بهذا الشوط غادرت بالانتصار سودة 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 مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني الشهواني يظفر بناموس هذا الشوط مع سودة 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 الله يا الشهواني هنيا لك هذا الفوز وهذا الانتصار شو أشواط الانتاج تتميز أيضا تتميز مشاهدين الكرام هنا أيضا سودة تصل إلى خط النهاية تهانينا والناموس لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني ثاني الذي تواجد من أجل تحقيق الإنجاز ومن أجل أن يحافظ على ناموس هذا الشوط لصالح بن سالم بن علي الكوس المري هو من تسلل هو من انطلق هو من اقترب من الناموس هو من اقترب من السيارة السيارة مع الجود والجود يقترب من السيارة الله 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 مشرف 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 ينتزع ناموس هذا الشوط يحقق هذا الانتصار بدون منافس على الإطلاق القوس يحافظ على ناموس هذا مشرف ومشرف ينتزع السيارة وسلام وتحية واحترام إلى هذا الشعار تهانينا لصالح بن سالم بن علي القوس المري على فوز مشرف وتحقيق للإنجاز تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار مقدمة برزة على البداية برزة هي الأقرب من سيارة هذا الشوط الثاني والتبريكات لمحمد بن خالد العطية مع أيضا انطلاقة برزة تضيف السيارة السادسة لرصيدها خمس سيارات في الرصيد هذه هي برزة ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز معلنة الناموس نهني خالد بن محمد بن خالد العطية والثانية نزفها لمحمد بن خالد العطية وأيضا إعلان اعتزال برزة وذهابها للإنتاج هذه برزة ولحظة وصولها إذن الثاني والتبريكات لك يا العطية على فوز برزة برزة وإحالتها للإنتاج بعد إضافتها للسيارة السادسة يعني ويا قطر عيشي بعز وحنا لك
سلام على هذا الانطلاق الجميل مع رياض المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. ولكن هنا اسم قادم في هذه اللحظات من شهلول المبارك بربيح بن جر الله العجمي. يا سلام بربيح ايضا هنا. ولكن نعود الى المقدمة. سلام وتحية واحترام لبن ثلاب وللوالد راشد بن ثلاب الهاجري والى مقر الانتاج. سلام وتحية واحترام لرياض ولمالك رياض راشد بن ثلاب. يا سلام على هذا الفوز على هذا التحدي. سلام وتحية واحترام لرياض ولمالكه على هذا الفوز وانتزاعه للتيوتا لاند كروزر البيكاب. تهانينا وناموس على هذا الفوز وساعة وصوله الى خط النهاية المركز الثاني. في مهرجان الأميرة في السيارة الأخرى في هذا المهرجان الكبير في مسك الختام في مهرجان أمير البلاد المفدى ينطلق شعار ممثل الخور بكل جديد وبكل أسماء مميزة. هذه فضول لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وسلام للخور سلام لممثل الخور الدائم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والتهنية إلى المضمر الكبير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من تابع فضول إلى خط النهاية إلى الفوز إلى الناموس. هذه فضول مشاهدي الأعزاء تصل مع خط النهاية بهذا الانتصار الجميل. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الإنجاز المستحق المركز الثاني. الهاجري غير العابر وانطلق الى المقدمة والى الصدارة والى الناموس. ثانيا حليتان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. ولكن العابر يعبر الى الناموس ويعبر الى النسان بن حباب. هنا يقدم لنا العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. واسعد الله صباحك. تهانينا والناموس. سلام العابر سلام ويعبر العابر الى الناموس والى الانتصار. تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري للحصول الى خطنا. في هذا الانطلاق من دون اي تعليمات هذه من صاح حمد بن راية. نعم يتابع الموقف ويتابع مسار التحدي مع البداية مع الصدارة الاولى. منصة شعار اللورد هنا يسيطر على المسار يسيطر على المقدمة. لكن هنا ايضا امال وتحديات النعيمي مع اساطير قادم مع المركز الثاني وايضا الواصلة هناك النود. لكن منصة حتى اللحظة هي البطلة تسيطر هنا 100 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية. منصة مع اللورد تحسم النزاع. سلام اللورد سلام منصة سلام على هذا الإنجاز في هذا الشوط. تهانينا لحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة على فوز منصة بالمركز الأول. مع شاهين مع البداية مع المركز الأول مع صدارة الشوط. عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري مع المركز الأول والصدارة. المركز الثاني إبريل. المركز الثالث شاهين يتقدم في هذا المسار. إحزام بن محسن بن إحزام بن راشد بن نديلة مع ثاني التحديات. المركز الثالث إبريل ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع هناك من يصل مع المركز الرابع الطائر فهد بن محمد بن عبد الله الخيارين. ولكن شاهين مع شعار بن نايفة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. سلام بن نايفة سلام على هذا الأداء. وتهانينا والناموس للوالد محمد بن ترحيب بن نايفة على هذا الفوز والانتصار وأنجاله الكرام الذين يتابعون هذا الشعار. المركز الثاني في
سن الحيل، في سن الإبداع، في سن الإمتاع. تعويض تعويض تعويض، يبدو لي أن هذا الشوط لتعويض، اللاند كلوزر لتعويض، البيك أب لتعويض. تعويض تعويض تعويض، في كل مكان وفي كل زمان وعلى أرضية هذا الميدان، من يقدم لنا تعويض؟ سعد بن وسام بن سلطان الهاجري، أشكرك الهاجري من قدمت لنا تعويض في هذا الشوط المميز. تعويض 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 تعويض، سلام تعويض سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الممتاز، من تقدمه لنا تعويض؟ تهانينا وناموس لمالك تعويض سعد بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري، من يقدم. المركز الأول، المركز الثاني، الله الله، بدت المنافسة، بدت التحديات. هناك على المركز الثاني تصل احتلال سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي، ولكن الفوز لمن؟ السيارة بالانتظار، أسويق السيارة بالانتظار، ولكن غادرت غادرت. هناك اشتعال مع المركز الأول، محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، سلام على هذا الأداء، سلام السلطنة، سلام سلام الوهيبي، تهانينا تهانينا والناموس في هذه الانطلاقة وبهذا التحدي المميز إلى مالك اشتعال محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني خيارين، الله يا الخيارين، نص الكيلو الأخير والعصافة الأبطان مغروزة، ما حركها ولا قالها شيء، الدفع تلقائي وذاتي نحو السيارة، نحو النقطة الثمينة، نحو الانتصار، نحو التتويج. الله يا الذهيبة 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 التي ابتعدت كل البعد عن الأسماء المشاركة والمنافسة. ما شاء الله، بدأت الذهيبة بالسرعة نحو خط النهاية، بدأت بالسرعة والتحرك. تهانينا نزفها خالصة من الأعماق، محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، من قدم لنا الذهيبة بشوط الوداع لهذا الصباح. تهانينا إذن والناموس المركز.